هاي صبايا. هاي صبايا. كيفكن صبايا؟ لك يا أبرنا. ميليسا لفتني فيك العيون. شو حاطة؟ شو حاطة على راسي؟ كل شو؟ هيدا من الحسد. هيدا هول عيون، يعني خمسة بعيونكم يعني؟ ايه خمسة. هول شو خرزات زرق؟ ايه خرزات زرق. مين عم بيسيبك بالعين؟ يا خيي ما بعرف، من وقت يعني طلعتي صبح هالمال هيك. ايه من زمان. ايه لهلا. ايه كل وحده شينا عم تروح فيها. في صيبة عين يعني عم تقولي. ما بعرف شو صاير لنا، ساعة نوال، ساعة أنا، ساعة السيسي، هلا ديانا. يعني هيدي كرمال تحمينا كلنا، تحمي حالك. ايه هيدي لك كم عين في؟ هي وحدة 30 عين، عين لكل صبية. لا هي وحدة إلي ولسيسي، وهي وحدة إلك، وحدة وهون بقسمهم على الباقيين. بس تصميم. انت عندك وحدة خاصة. وحدة خاصة فيي. ايه. في علي عين من حدا ما عم بتفك عني العين. من أول حلقة لليوم ما عم بتفك العين. فؤاد برحمة ستي أتونا، وين ما رحت تلحقك عينا. عم غير اللوك كأنه اليوم. ايه حيانة. وين الجدولة؟ حلوين شعراتك. الله. ولابسة فستان حلو كمان. ايه مشان ومزبطة حالك وعاملة هون حتى لون. ليه لابسة فستان؟ مو بعرف هيك مشان الحسد. مشان الحسد، حلو الفستان كرمال الحسد كمان. كمان انتبهت سماهر، انت كمان لابسة هون شو عين هيدي؟ ثبتتها اليوم. هيدي العيون. في كمان عيون عليك عم بتكون. من مين؟ حطيتها هالقد. هلا هالقد. بعد بكبرها بعد شوي. انت تتكون بروبورشنال لازم تكون هالقد العين تتزبط يعني، والا بتبين كثير صغيرة. جميلة، انت عيونك زرق. لا انا خضر الحمد لله. خضر كمان بيفيد اذا تصيبت العين او لا؟ لا هن العيون الزرق اللي بيصيبوا بالعين. هيكون لا وعيون من وراك هديك الجمعة هيك فجر البانيو. لا برحمة ستي لا انا. ايه لا انا جوات قلبي ردت اتحمم معه قد ما كنت من شغله. دعود انت لابسه اليوم لون كثير ملفت للنظر، كثير حلو. بس سؤال. ايه حضرتها هديك اللبسة احمر. ايه انا شو باقي منك بعد؟ ما فهمت شو بعد باقي؟ مش صدرك مبين. الحلو ما بتخبى حبيبتي، اول شيء الحلو ما بيتخبى. دعود انت لابس اليوم لون ملفت، بدك تلفتي حدا من الشباب يعني؟ ان شاء الله. اذا كان في حدا هيك رجال مهضوم وهيك تعطيه تشانس دعود. اذا عجبني خليه لغيرك. خليه لغيرك. ايه ليكي انا وحياتك بتنازل لإلك، لان انت بعد مش ضايقتيه. دعود شو هو المش ضايقته لك يا دعود؟ انا اكيد مش باسي حدا بحياتك. مش باسي حدا بحياتك؟ لا مش هالقد. وجو ما بوظتيه لجو؟ قمت بثته مره كنا بسهره. لك حاج تحكي حاج تحكي. بثتي بوش ابوش او لا؟ لا مش بوش ابوش. روان بثته بخده. بس ما قربت شوي بين سليته حمره هيك فيها. ها هي بس ابوش. لا بوش ابوش لا. طب هلا مجددا مجربه بوش ابوش يعني؟ مره جربت ما زبطت، قال لي روح العجل خلصت. وعلميك او مش مثل جميله علمنا على الاصول. كيف علمك على الاصول يا لك يا ولد؟ شو علمك قولي لي؟ هالشغله برحش فيي. لا مش برحش فيكي، حبيت القصه والله، حبيت القصه يا روان والله. شو علمك؟ ايه قال لي بتقربي هيك شوي شوي. لا بس ما انا فيلك. ايه قال لي بتقربي شوي شوي؟ أول مرة اللي بخصك. بخصك بالتبويس. رجعت تاني مرة جربته مش الحيل. مش الحيل. هلا بيسمعوني بالضيقة بيقولوا لي إياه. يا الله يا رب.
هيدي كانت أول بوسة بحياتي. مش عم بكذب. إيه وبحبه كتير للشاب بعدنا بحبه إنه. ورجع صار في بوسة بوسات من بعدها بينك وبينه. استفتحني يا فؤاد. طب ليكي بس آخر سؤال. وين كانت أول بوسة هيدي اللي علمك وعلمتي وين؟ كنتوا بالبستان بالسيارة بالبيت. بالسيارة. وين كنتوا قاعدين بالمقعد الوراني روان؟ لا قدام. قدام؟ وما ضايقك فرام الايد بالنص؟ ان شاء الله ما تكون عم تسمعنا يا شاب الحلو يا اسمر، انت بتعرف مينك. يا شاب الاسمر. ايه؟ طلع فيي منيح، روان هلا بدها تقول لك شغله قولي له، هلا عم يسمعك قولي له. ايش بدي اقول له؟ هلا قرب لعندك وانا بقول لك شو بتقولي له، قرب لعندك. قولي له يا شاب الاسمر. يا شاب الاسمر. بوستك. بوستك طعمتها بعدها عشفافة. طعمتها بعدها عشفافة. قد ما تبعد عني. قد ما تبعد عني يا روحي. رح ترجع. رح ترجع. وهالمرة مش رح فلتك. هالمرة مش رح فلتك. يا الله يا فؤاد والله حلو. بيسمعوني بالضيع بقولوا شو عم تخبر. ليه بيعرفوني ما بحكي هيك بس يا روان. عطول مضبضبة. البوسة مش شي عيب. البوسة شي عيب يا نبيلة؟ لا اكيد لا. بوسة الحب والبراءة اكيد لا. بوسة ما بسنا وعقل انطار كيف لو بسنا شو كان صار. كلمة بوسة ترارارارارا عملت هوسة ترارارارارا. اه يا بوسي يا مي ونار. يا ويلي يا ديانا. يا ويلي يا ديانا. هلا هي بالفعل كتير قديمة واكيد ما رح تتذكرها وقد ما كتار اول بوسي كانت. كانوا انت صار في اول بوسي او لا ما صار او دغري اول شموت وشوكولا؟ لا اكيد في اول بوسي. في اول بتتذكريها؟ ايه كنت بالدوزيام. بالدوزيام بالدوزيام يا بنت بلش بكير. لا ما شو كنت تعرفي بالدوزيام تبع شو صار؟ في صبي حلو كان يعجبني شكله. مش اديتيه وبسي؟ من وقتها كل ما تشوفي شاب حلو اخذت ايدك. انت اليوم شوي هيك متضايقه مريضه بقول لك سلامه قلبك. سلامه قلبك طيبه عين هيدي. ميليسا بتتذكر اول بوسه؟ عن جد بعدها ذكرى حلوه. كيف كانت؟ كنت بتي جاردان انت اذا هي دوزيام انت؟ لا كنت كان عمري شي 11. ايه 11 سنه. ايه. وين كنت انت وسلمى وقت اول بوسه؟ كنت ما كانت مع سيسي. كنت بحب واحد كثير. ايه سوري بعدني بحبه. خجلتي عن جد بعدك بتحبيه؟ ايه. لا لا عن جد بعدني بحبه ومتجوز هلا. اوف بعدك وبعدك بتحبيه؟ ايه. ميليسا ليه ما كفيتوا مع بعض؟ شو صار؟ اجت حرب تموز 2006. حرب تموز فرقتكم؟ بال 2006 انا طلعت على كنا صغار طلعت على الضيعه. ايه وهو ما بعرف يمكن سافروا بتذكر. كنت طويله بالليزر. مزبوط كنت طويله. ما عدت شفتيه من وقتها؟ لا ما لسه هلا هو عم يحضرك. هو بعد سنة الماضي قال لي قبل عمل لي اد على فيسبوك بس كان مجوز صار عنده صبي. بس هو بيعرف انه انا بعدني كثير بحبه وهو كمان بعده كثير بحبني. يا الله. طب وهلا اذا صار وطلق طلق مرته بتطلق. لا ان شاء الله ما بيطلق اللي شو. بحب الثاني بيتمنى له الخير ويكون مبسوط. شو حلو. ايه هو معه كانت اول بوسه؟ خبرينا عنها بشرفك. خبرينا كنا نعمل تنس انا وياه. لحظه تنس بعرف بيكون بعيد عنك 10 امتار. ايه كان عنا رفيقتي بعد هلا رفيقتي امه وكان هي وبيها فقاعدين عم هي كانت اصغر منا وعم بيعلمها الكوتش انه عم بيعلمها حدنا. ايه ونحن حدهم يعني عم نلعب مع بعض. قامت امه بس طرقت الركاتي والكوتش قام بيها بس امه قام قال لي شربل شو رايك نعمل مثلهم. لحظه خليني اعيد. البنت الصغيره عم تلعب قامت طرقت الراكات قام انبسطوا بيها وامها ببنتهم فخورين قام بيها بس امها. ايه قام قال لي شربل قال لي حبه الشاب. ايه قال لي انه شو رايك نعمل مثلهم. امتى انت طرقت الركات بدل ما تبوسي؟ ما طرقتها لابسته. قربتي وبسي؟ ايه. هيدي كانت اول بوسه. كانت اول بوسه بعدين اخذت مني.
من اول ما بعثتك لليوم اول مره بشوف هيك عيونك عم يلمعوا. ايه عن جد بحبه كثير. انا مش عم خبرك شيء عم مثل عن جد كثير مبين ما عم تمثل. طيب وجهي له شي رساله بشرفك هيك انه هل كل هالحكي وكل هالهذا قولي له شيء هيك انه ما بعرف مشي شو بدي اقول له انه ان شاء الله بتجيب بنت تطلع مثلي. سميها ميليسا. وسميها ميليسا. حلو الحب عن جد. يمكن انا صرت اتعود انه خلص انه هيدا الكاركتر انا هيدا. وبعدك عم بتفتشي على هالكاركتر ولقيتيه بسلمى اخر شيء. سلمى عندها هون هيدا البارك بيشبهه. سلمى خبرينا اول بوسه مع شاب صح له زلطتي صح مزبوطة. خبرينا لو كسلمى يلا عم نحكي مع حلوين هول الذكريات. ساشا حرام اول شاب هلا بعده بالمستشفى ما بتذكروا اصلا. ما بتتذكري في هيك شيء خبريه مع شاب صار تتذكري؟ مش ضروري تكون اول بوسه، يمكن اول كذبه كذبتيها تتظهري مع شاب، اول مغامره، اول يعني اول شيء هيك هول الذكريات لقدام. ما بحب اتذكر شيء منهم. ليه ما بتحب تتذكري شيء منهم؟ بيوجعوكي؟ لانه انا اول شخص حبيته بعدين هلا بحبه يعني. لو شو قصتكم كمان؟ طب ليه مالكم مع بعض؟ ما بدي احكي. ما بدك تحكي شي تجوز حدا تاني؟ اكيد لا اتقتلته. صاحب بنت ما بعتقد بصاحب او بحب من بعده. طب كل هالشي وما انتم مع بعض، اهله ما بدهم، اهلك ما بدهم، في شي بالاهل؟ فرق يمكن شوي دين. فرق دين؟ شوي بالدين. بس يوكي سلمى انت قوية وما عندك مشكل. انا ما بكسر كلمة بيي وبس. بيك؟ ايه. يعني انا وقت بيي بعدين للحياة بدي يكون راضي عني مش غضبان علي. وإذا بيك شافك زعلانة ما حيوقف حدك؟ ما بيأثر. زعلي ما بيأثر قدام أمي يكون بيي راضي علي. يا الله يا سلمى. طب هلا زعلتيني. طب هلا بدي أفوت أعمل لك عبوطة. زعلتيني هلا. شو يكفي هيك الحلقة؟ حاسس هيك براحة، حس حالك غاطي. يلا طق وموتي يا ميريلا، طق وموتي يلا. على فكرة جميلة مش لحالك صدرك رحب، ما بس تكوني عارفة. معنا جميلة. مين غير سلمى صدره رحب كمان؟ ما في يعني ما شاء الله بس بيكونوا بخلة يعني ما بيعطوا الحنية اللي أنا بعطيها. لا مناش بخلة، منعطي وما أحلينا. ضروري يضموا على صدري مش ضروري. ليال قبل أول بوسة هالصبي المعطر راح جمع 500 ورا 500 من أمه، ما يشتري منقوشة الزعتر يحط بها 500، تجمع 100,000 ليرة راح جاب لك فيها هيدا تبع البلاستيك وهيدا العقد وهيدا الأزرقاني هيدا اللي بيجي هيك كرمال اللي عطيتيه البوسة. يا حرام هالصبي. خبرينا عن أول بوسة. أول بوسة صراحة بالمدرسة كان في قديك عمرك؟ شي 14 بس بوسة بريئة يعني صراحة. كيف صارت؟ كان في شاب بيجي دايما كان بأكبر منا يعني بالمدرسة بيجي. أيوة. دايما معه سيارة، نحن كان يجي بالأوتوكار كلنا. كان يجي هو بالسيارة عم تجي سيارة ديكابوتاب بالكشف. فمرة هيك هاي انت شفتيه بالكشف انت هيدا بدي هاي أول بوسة بحياتي هيدا الصبي بالكشف هذا هو. فقال لي فكنا بنفلي بنفل انا بدي اقعد قدام واصحابي كمان بدي اقعد قدام. قال لي اذا بدك تقعدي قدام بدك تبوسيني على خدي. قلت له ايه بوسك على خدك بس مش كيف اذا انا ببوس ايدي صار 3 سنين ببوس ايدي. دائما تحبيت اقعد قدام هيك كانت هي بتذكرها دائما. ها هي. طب اول بوسه مش بريئه يا ليال؟ اول بوسه هو عم بلبسني الخاتم، كان خاتم الالماس خطيبه بس لايدي. لك 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 هالحكي لك ليال ما انا خطبت على الزهر يا فؤاد. ما انت بتقولي لي بحكي قصص مثل ما هي. انا علاقه طويله. علاقه طويله كانت معه وكنت صغيره من سنين. قد ايه كان عمرك بس خطبتي؟ ليش 17 ونص. هالقد كنت صغيره. 17 ونص بقيتي معه 8 سنين 100% 8 سنين ونكعه كمان وربع. وهو اول شخص بستي؟ ايه. ومن بعده ما بوستي؟ هلا شو بدك من بعده؟ من بعده ما حبيت.
انا ببوس على الحب بس بتبوس على الحب بقى 3 سنين يمكن ما ببوس حدا. البوسه بالنسبه لي كثير مهمه، البوسه هي مشاعر، البوسه بالنسبه لي اهم كثير من شيء ثاني، فالبوسه ما ببوس حدا ببوس. بالسياره كنتوا اول مره بوسه؟ ايه بالجيب تحديدا بالجيب. انت فخوره انا اول بوسه لإلي مش حيلا سياره بالجيب. بالجيب بالجيب من بحبه لقلبك اخر موديل كان. وبترجع بتقولي لي البوسه مشاعر للكليات. اه معه جيب معه جيب تعالي هيك كانت اول بوسه. آه شو كنت بتلي بدي جرب بوسه رومانسيه مع فؤادي. لك هيدا لك هيدا لك هيدا لك هيدا لك هيدا يا ربي يا ربي صرت فؤادي. كنت فؤاد صرت فؤادي هلا. فبيان عايشة أول بوسة أو ليه؟ الله يغمق له كانت أول بوسة. ليه الله يغمق له؟ ليه؟ خبرينا مع جوزي يعني مع... لك لو ما المصور قال له بوسة ما كان بس لا عم تحكي جد أول بوسة كانت مهر العرس. لا كمان فبيان ومش بالكنيسة حتى يعني بالسهرة وقتا كان عم بيصورنا الفوتوغراف. فبيان قبل ما تتجوز مش بيس ولا حدا؟ وتجوزتي وبستي وما رجعتي بستي ولا حدا 12 سنة يعني بيسي بس هيدا الزلمة بكل حياتك؟ لا لا عادي 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 بس هيك انه مش مش يا اختي هيك تمريقة يا فابيان هيك شيء عرفتي بالغ عطسة ولك عطسة عطشو هيك عطشو سوري شو بدك كانت عالصورة يعني أول بوسة هيدا أول بوسة كانت يعني تنذكر وما تنعاد. طيب سماهر يا الله يا سماهر يا الله ما تضحك لا ما عم ضحكك بس عم بتخيل أول بوسة يا سماهر. أول مرة 3 مرات عملتها أول بوسة يعني أول مرة على البحر ثاني مرة على السطح ثالث مرة على التخت. بحر سطح تخت؟ ايه بس أول مرة عم بوسة قضيتها هاي وين هاي على البحر؟ وعلى السطح شو عملتي؟ بوسته قضيتيه بستيه كيف صار التطور بدي أعرف أنا كيف صار التطور؟ ما كنت أعرف بوسه ما كنت تعرف بوسه هو اللي علميك؟ أول مرة قضيته ثاني مرة علمني هو. قد ايه كان عمرك سماهر؟ شي 13 بس رجعت قلتي لي على التخت الثالثة كانت؟ بالحلم. لك شو محتالة عم تزبطها عم تزبطها. خليني خبركم بالتفصيل الممل شو صار. وصل صبي كان عمره 9 سنين كان حدا حامل طنجرة واقف ورا الباب. ماري هو بكل براءة أكل طنجرة ورا الباب غاب عن الوعي. فقعني أول بوسة. أمنا ربطني على الكرسي بعده غاب عن الوعي. شبقني أول كف وعي شبقني تاني بوسة. صح هو هيك شو عم بيصير؟ خبريني ساشا من بعد أول بوسة قد إيه بقى بالمستشفى الشبي اللي بيستقبل؟ إيه خبريني أول بوسة ساشا. صراحة ما بتذكر كانوا كذا واحد. وقتا كنت بعيد ميلاد ديانا مزبوط 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 خبرتيني. ايه فكانوا كذا واحد معجوبين فيي وانا ماني عارفه بمين معجوب. قلت ببوسهم كلهم وبقرب بعدين. ايه كل واحد بوسه قال له انت اول واحد. عم تحكي جد؟ كم واحد بوستي؟ بوقتها؟ ايه بهالجمعه يعني. ايه بهال مش 5 وبعدك لهلا كل واحد بوسيه بتقولي له انت اول واحد؟ برافو عليك ساشا. نيحه منيحة التكنيك، أنت أول واحد. ثانك يو صبايا على الخبريات الحلوة من الطفولة ومن الذكريات البريئة. وهلا بريك وبنرجع. صبايا صار وقت نتعرف على شب جديد. جاهزين؟ أكيد. افتحوا لي قلبكم واسمعوا لي هالشب. احنا 14 والد، قاعدين هون بالجرد نشتغل بالارض بينا قاسي كثير ما يخليناش نروح نبرم نمشي نحن وبنات وشباب. جوزني بي عمري 17 سنه، فرجاني اياها الخميس السابق جاب لي اياها، شفتها مش مصدق كنت، يعني ضليت على 5 سنين اوعى بالله اشوف احد مني ما صدقش انه ليمي حد مني. بس هلا هي كبرت راح العمر، خلفت اكلت نصيبها وكلت نصيبي، لو واحد بتخلف ما بدي اجيب وحده، بقاش في خلايف. ولادي تجوزوا كلهم، بقاش معي حدا.
أنا قايم أرضيتي بإيدي بفلحهم وبنقيهم وبرشهم وبسقيهم وبقطفهم وببيعهم وعيش دنيا بألف خير. معمر هون ومعمر بالساحل وقايم ولادي وكل ولد بشوفه مقصر بفحد منه. الله عطيني نتفة روح نتفة حيوية بعد إنه بعد بقدر جيب ولاد بعدني بمشط مع النسوان إنه بقبرهم أنا مرتي بتقبر لي إياهم بكرة بالمقبرة بتبقى تقيمني. روح الشباب اللي عمره 15 سنة ما روحوا مش مثل روح. جيت على برنامج ناقشت تشوف إذا بقدر جيب لي وحدة حلوة حطها معي بس جيب لي ولدين وإذا الله عطي من كفي عايش بشوف حيلة البنت بيصير لواحد يضبها تركض معه. أنا إذا وحدة بتضل مدويتلي بس بشرط تكون نعمة دللها بعيشها بي ما بعيشها مثل ما بعيشها أنا. صبايا سمعنا الشاب وهلا صار وقت انه نشوفه. فتحوا لي عينيكم وحموا لي ايديكم بزاف كبير استقبلوا معي شيخ الشباب. تفضل فيك يا الله. تفضل تفضل وقف حدي هون. ايوه قبل ما نبلش بكلمتين عرفنا عن حالك اكثر. فارس يوسف عساكر. كلمتين فارس يوسف عساكر. عساكر هاي هاي اهلا وسهلا بفارس. يا اهلا فيك فارس. بدنا نلعب لعبة صغيرة أنا وياك. حاضر. قبل ما نبلش نفوت مع الصبايا. حاضر. بدي منك تلقي نظرة هيك على الصبايا. هلأ كلهم حلوين الصبايا بس أكيد في شي صبية لهفلك قلبها. بتوشوشني بداينتي مين هي هالصبية وأنا بأيدها عندي على الدفتر وبالآخر منشوف إذا هي رح تنقش معها أو لا. أيوة أيوة عجبتك صح صح هي 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 لا هي سلمى لا. مهضومي كمان انا بعرفها. يا هي انا من نظره شفتها. من نظره من نظره دغري. بلاشني بعد عيني منيح. في شيء في شيء وحده ثانيه عجبتك لان حسك عم تميز. نركز نركز على 50 وحده. على 50 فيك تركز. قلت لك اذا نركز على 50 ركزنا على وحده. وحده. ايوه ايوه لا عجبني اختيارك وهي بنت كثير مهضومه. وكتير حبوبة وإن شاء الله إن شاء الله يعني ما بتعرف بعيد يعني ما فيك تعرف. بدي إياك توثق بحالك فارس. أنا واثق. بدي إياك تفوت بثقة. يا خيي فايت بثقة وجاي من الجبنة. إيه إذا بدك تجي هيك بخاف وما بخاف ومانيش خايف. أنا بخاف. بدك تلبر بإجرك على الأرض يا خيي. أيوة ها هي ها هي. طيب صبايا سمعناه لفارس وهلأ شفناه لفارس. القرار عندكم أنت ما تقولوا لو خلوا الضهر. بداية مش عاطلة أبداً. بدنا نشوف النهاية. صح. شو رأيك نسأل الصبايا اللي طفوا الضوء ليش طفوا الضوء؟ شو يلي ما عجبهم بفارس؟ قولوا إيش ما عجبكمش فيه؟ رح بلش أنا رح بلش. قالوا بكير. رح بلش مع أنعم صبية عنا كلمات رايقة ما بتحكم. بتمرق القصص بسلاسة منا هيك ليال يا تعتيرك يا ليال. هالبنت هالبنت الحنونة وين بتدللني تحطني على التراكتور وتخدني بهالتراكتور. فارس شو بقول التراكتور؟ شو بقول التراكتور؟ المرة بتروح على التراكتور ولا بتعمل ست بالبيت المرة؟ أنت قلت بدك تدللني فبتحطني حدك بهالتراكتور يعني لا 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 غلطانة أنت فكرك بيقول لك هيك. كيف تدللها يا فارس؟ شفتك راكب على التراكتور انا. طيب بايش بروح بشتغل بالحقلي بدي ولا بالتراكتور؟ طيب وانا شو انا بدي اطلع اشتغل معك بالحقلي؟ ولك انت بالبيت حبيبتي بالبيت. شو بدي اعمل اطبخ لك وانفخ لك يعني؟ ولك بدي اقعد على طول حدك انا؟ ما بدي وقت الشغل الشغل ووقت حدك حدك. والله يا فارس انا بدي واحد يشتغل فيي الي يدللني ياخذني. ليش؟ قد ما حدا رح يدللك، انت غلطان. كيف تدللها يا فارس؟ اللي بدي اياه بعمل لها اياه. البداية في عندك سيارة غير التراكتور؟ ولك كيف ما عندي السيارة؟ فكرتيني جاي الهام لبوط؟ ما فارس ما بيّنوا. ولك بيّن بيّن التراكتور وجنايني أنا ما عندي السيارة وش جاي أعمل هون؟ ولك أنت منين فكرتيني أنا جاي؟ فكرت عندك تراكتور بس أنا مشان هيك طفيت. عقلتك الأد بحده. إيه والله شو بدي أعمل؟ محدودي محدودي. كم أرض عندك يعني؟ جل صغير ولا أراضي؟ عندي 100,000 متر، 5,000 كعب تفاح، موسمون 10,000 صندوق بمجد القضاء جباية. ما بيطلع حق ساعة هو كله. حق ساعة إذا ما بتشتري ساعة ما بقدوك. أنت منقد، إيش عم تفكر؟ إيش عم تحكي؟ شو
يا فارس انا بحب الذهب، بحب تهديني. شو بدك تهديني؟ لك البدي صندوق بطاطا، صندوق تفاح. انت غلطانه، مش عارفه ايش بدي. انا اللي عارفه ايش بدي. ليك اكد لك، اذا في حدا عارف شو بده هو ليه. انا فسري لي شو بدك يا ليل، فسري لي. انا بحب فارس الشاب يهديني مثل كل بنت يعني. مين قال لك مش هاهديكي؟ مين قال لك مش بدي لبسك ذهب من راسك لكعبك؟ عن جد؟ دوري كثير، دوري كثير. انت بتحكي مع السريع، شفتي؟ لو نطرتي وسمعتيه وعم بقول لك بلبسك ذهب من فوق لتحت كنت غيرت رايك. تهدي بتحب الالماس، تهديها الماس؟ اللي بدها اياه بهدا اياه، بس مش عارفه ايش بدها. والله عارفه ايش بدها. هاي بدها تماحن. ابدش بدها تماحن بس. ليان تروح انا وياكي، جربيني بكل شيء. انا مهم الكرم، انا مانيش بخيل. انا سالي يعني عني، انا اعمل لك اياها من الاخر. الحياه معي مكلفه فارس، مش كيلو تفاح كيلو بطاطا بيمشي الحال. هلا انت تفتي لي حس تمحنيني انت، يا بدك شيء. حاجة تمحني قلت لك حاجة تمحني. خديني جربيني بالبدك ايه بكل شيء. بكل شيء انا حاضر. فارس انا فارس كل شيء، كل شيء بكل شيء. ليال فسر له ايش بدك. بدك فستان بجيب لك فستان. ايش بدك؟ بدك ذهب بجيب لك ذهب. ايش بدك؟ خذ بجيب لك، خذ سياره بجيب لك سياره. ايش بدك؟ بس ليك يا فارس اقل هديه عمول حسابك مش تحت ال 20,000 دولار حضرتها. انا حاضر، بس حضرتها طفيت بدها تمحي. برافو عليك، برافو عليك فارس. اذا قلت لك بدي هديه ب 20,000 دولار بتجيب لها هديه ب 20,000 دولار؟ انا حاضر ب 20,000 دولار. انا حاضر، بس اذا راحت معي مش دخلها وتهرب. بنت ليال صراحه حسيتك مدمعه عم تبكي. عم ببكي هيك ليال، بس فل بدك تندمي، احكي قد ما بدك. لاول مره بهالبرنامج بحكم على حالي اني تسرعت يا فارس، لانك ضايعه. ضايعه وبتحب تماحل. بتماحل مش عارفه ايش بدها. هي الخسرانه. نانسي فكرك مش خسرانه؟ نانسي مش خسرانه؟ أبعرف. تفيت لك الضوء. تطفي الحيله، تطفي الحيله، تقعد مع حيله، تقعد مع حيله. نانسي ليه تطفيتي له الضوء؟ بحب الشوارب. فرجيني شوير بك بيجي لعندي. ايه يا فارس مستعد تشيل شوير بك كرمال ست؟ بيجي شوير بك. طب اذا مره حبيتها وقلت لك شيل شوير بك تنتجوز حب الحاله. تحب الحاله. تقعد تماحن الحاله. حاله الله يجبر عن قيمه. يعني ممنوع الرجال يشيل شويربه؟ المربى شويرب ممنوع يشيلهم، عيب يشيلهم. كيف تشيل شويربك؟ تجي وحده تقول لك شيل شويربك تشيلها هيك؟ لا أبعد حمسني والله. وحريف يا دمه. يا هيك بيكونوا رجال يا بلا. أنا هلا شادد ظهري فيك يا فارس. بدها تحكيني كلمة بتقول لها ما تحكي ما أحكي مع فارس. نانسي غلطانة. ليال بتحب الشوارب؟ ايه ايه بتحب الشوارب. ليال بدك تندمي علي وبدك تاكلي صبيعي قدامي. تخيلك يا فارس قلبي عم بدق. يدق الحيل ويسمع لوحده. شكلك غيرتي فكرك ليال. ولا ايه صراحة. ايه بس كل المواصفات اللي انا بحبها عم بقول انه هيدا، بس انا عم حس هيك حكي بس. انت بس عم مش عارفه وين عن يرعاكي تتحكي. عم ترعاني رقبتي يا فارس هيك عشي عقد منك. لو اني حدك بعمل لك مساج وبتصحي هيك بلا ما تتجوزني. انا عملك مساج رقبتك مش عروح فيكي كلك سوا يا عم. وعلى هذا انا ما وصلت لها. انت عم توصليني
رقبتك قد دخلها فيك. رقبتك رقبتك وفيك فيك. شو خاصنا ببعضهم الكفاري؟ فينا نحكي مع فارس؟ فارس تفضل احكي معك. كنت حابة انغرم بس بدي اقول انا اعتزلت الغرام اعتزلت الغرام يوم الحبك جنني يوم الحبك جنني انا اعتزلت الغرام. سارة عم بتناحن او مش عم بتناحن؟ اللي غنت لك هلا انا لا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني ما لا تصبحني ولا تمسيني ما نزلت جامعتي عليكي وما طلعت فيكي لا ندمت. اذا بيعطوني القلب يصير ضهري كما اجي صوبي. اشبك رحت تعال هون ويف هون بوافون. الزلمة زلمة والمرة مرة. كيف يعني الزلمة زلمة والمرة مرة؟ إنه إذا طفيت لنا إنه بدنا نتكرسح ونقع كرمالها. لا يا خي الله يجبر عنه البريميك روحي. هلا أنا إذا رحت لهونيك رح آكل عيطة منك يعني؟ ليش بدك تاكل عيطة؟ لأن حسيتك عيطت علي. تركتني وراحت. لا بلا حكك أنا مساندك. يلا. باميلا ليه تفايت الدولة فارس؟ جيت من الجرد وأنا بالجردة رح رد عليك. ولك يحرق حريشك وكفارز وزهقت نسوان وجازة وولاد وخليفة. اسمعيني 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 اسمعيني. قل له قل له قل له قل له. باميلا باميلا كلمة كلمة. في منهم بيتجوزوا شهرين ثلاثة وبيطلقوا. أنا بعد معي دموية بجسمي بدي نسوان وولاد. اسمعيني انت عذبة وفكرتي هالفكر انت زهاني من هلا. انت اوعى تفكري انك تتجوزي حدا بقيمي. مين قال لك؟ لانك مطفية. ليش عم تضحك؟ ليش عم تضحك؟ مش عم بضحك. فارس فارس ما حدا مطفي غيرك. لحظة انا جربيني جربيني جيبي معك اثنين جربيني اذا مطفي قدامك تعزلي عرابتي قدامي انه دعسلي عرابتي اذا تجيب ما اثنين معه اذا انا مطفي. بس لمفكرتي هالفكر هيدا انت انه الولاد زهق يعني الورق. لا انا عم بقول نفسك شو شايشة عن نسوان يحرق حريشك ضل بدك تتجوز وتخلف. طيب اذا معي لما زهقت ليش ختيار انا شايفتيني مكسر؟ اول شيء بيوت خالصة مصاري فيه ارض فيه كل شيء فيه ابدي شيء لاجيب وحدي دللة. دلل مرتك ولادك. مارتي اكبر مني بسبع ثمان سنين وعامل عمليات مخربه حالها ومدري وين يسعد بيا الدنيا مارتي وين بدي اجيبها مارتي بعد ايش بتدلل فيا؟ بتردي جاوبيني يا خي جاوبني بقى. عم تجاوبك. الحياه قصيره بال 30 35 نص العمر. انت قديش فكر بدك تعيشي؟ انت منين بقى بتنقي عريس يقيمك؟ إذا بتجيب التل هليكوبتر فاي مروحتين بقاش تقيمك. أنا استعطلتيني أنا إيش استعطلتي فيي؟ ليك ما تخاف لحظة واقفين بالصف أنا اللي بدي نقي وأنت واحد منهم جاي تشوف إذا أنا بدي نقيك. فانتبه على حالك لأنه بعدني عم جاوبك بنعومة. خلص باميلا هليكوبتر بمروحتين مش رح تقيم. ربي ليال هليكوبتر بمروحتين بيقموها؟ تركني منها تركني منها مش عارف ايش بدي. فارس فارس بدك تغنج البنت بدك تحكي بصوت ناعم تغنجنا هيك بدنا نحن. لا بدي غنجك انت ولا انا بصوت. لا انا بدي غنجك. خليكي بعيد خليكي بعيد دخلي شو رايكي. خليكي بعيد. بدك تغني بدك تغنج ميشا ميشا تركت لك الضو. شو يا فارس؟ ايش بدي قولي لي؟ ايش بدك انت؟ عجبتيني. عجبتك وانت عجبتني. انت وفابيان.
شو ميريلا كيف ميريلا؟ ميريلا كيف يا فارس؟ مش عن لحق تطلع فيهم كلهم، اشبه ميريلا، منيحة ميريلا. منيحة حلوة؟ شو بتقولي له لفارس يا ميريلا؟ بدك عبوتة من فارس؟ فارس؟ شو؟ عبوتة من فارس؟ قرب قرب اعطيها عبوتة يا فارس، قرب. قرب قرب. هي بدك. هي بدك. بدك أو ما بدك؟ بلا. بلا؟ بلا بقولي يا كذابة، قالت لي ما بدي بالأرمنة، قالت لي ما بدي. من فارس من فارس ميريلا من فارس مش من انا ما خصني ما بدي بدك عبوتها من فارس؟ لا لك انا اتطلع بس اتطلع بالانسان بوجه وبعرف هي مش فهمانه انه انا مثل خيلة لها شو خسرت لما ما عطيتك عبوتها شو خسرت ميريلا؟ ايش خسرت؟ عرفاني مني عرفاني منك؟ لا يا فارس لا شو هالحكي عرفاني منه؟ لا عم بتقول لا يا خيي ما انا لو قلبي هاجم للعبوطه سبقتها لعندك انت قلبك ما هاجم للعبوطه ما هاجم لم بتجيبه ما هاجم لك لا طيب خلينا نشوف قمر ليش رفيتي له الدوله فارس انت قلت انه مرتك اكبر منك بسبع ثمان سنين صح وكنت اول شيء تشوفها حلوه لما عملت عمليات وتعبت طلقتها ما طلقتش وقفي مرتي بدها رجال بس بقى تجيبوا ليل ابا هالشي مرتي بعد 16 سنة ما عندك ولاد اسم الله لح سهلا مجوزة مطلق ما هو قال مطلق ابا اش معي ولا ولد البيت فاضي وين ولادك ليه جوزوا كلهم فلوا باش في حدا طيب ما كمل حياتك انت ومرتك ما بقى شادر بدي مرة اجيب ولد فارس بس المرة بس تجيب ولاد يعني ولك لا يا خي كل شي المرة هي البيت شو يا عمر استفزك هذا الحكي طبعا كتير ما شوي لانه الرجال دائما بيفكروا انه المره مجرد مكانه يلا خلفي وجيبي اولاد وعملي وربي وكبري وبس هيكبروا بدي واحده صغيره تمشي حدي اتغنج معها وانت وين بتكون حياه طيب. المره راح اذا انا الله عطيني انت الصحه بقبرهم معها وهي صحتها اللي راحت كرمالك انت اولادها هي صحتها راحت كرمالها هي اللي جات لعندي وعيشت احلى عيشه بس هي صحتها هدت الاد بالمنطقه عندنا ولا مره معززه مثل مرتي بعد شو بتقلي بعد شو هي هربت راحت على المستشفى عملت عمليه مع جيب اولاد واجت فارس كم ولد عندك؟ صبيان وست بنات تجاوزوا كلهم وكلهم عندهم ولاد وانت كم ولد كنت بتحلم انه يكون عندك؟ انا كان لازم لحق بيي بال14 يعني بعد بدك سبع ولاد هلا كنت عم احط براسي هيك بس مش قادر وهي راحت عملت العملية بلا ما تخبرك؟ بلا ما تخبرني وسكرت واجت بركي هي لانه تعبت ومش قادرة بقى ابا هالشي المرة على الخلايف بتجوهر بيقلب الدم بجسمها بس ربي تتمنى ولاد بركي تعبت وما بطل بدها ما بتحترم لها رأيها ابا هالشي الولاد هني بصير يقيموا بعضهم الوالد الكبير بصير يقضي الصغير ليال بدك تقولي له شيء هلا هي كان مفروض تتقله لانه هيك موضوع حساس انه ما بتاخذ القرار هيدا لحالها مشان هيك هو اخذ على خاطره غلط انه الطريقه اللي هو عم يتصرفها لانه دجا عندك 8 اولاد في عالم ما عنده ولد واحد ومشتركين مرتهم لحظه خلصتي هيك شيء انا مرتي مشتركه مرتي قاعده ببيتها الا باسمها مصريتها معه بدك أنا تجيب مرة تانية يعني ضرها لإلها؟ حتى ببيت وحدة وتجيب والد وعيشة ستاتها والقديمة أبقى شفي شفافي قربوا بسوا بس يا فارس مش عيب إن نقول عن المرة قديمة وجديدة مانا سيارة المرة وركبة يا حبيبي يا ويلي خربت يا فارس خربت كلمة كلمة ليال ليال خلوه يحكي خليه ليال خليه يحكي ليال تفضل اكبر زعمه بلبنان ما عندهم صبي وعن يجيبوا ولد وما عادش يخلفوا ايه هيدا ليش؟ لانه عقله راكب هيك، انا عقلي راكب بدي اجيب ولاد الله اعطاك 8 ولاد، تعرف انت عايش بهالجرد وقاعد بهالتراكتر لو عم تروح عم تظهر عم تسافر عم تصرف مصاري كنت ما بتفكر تجيب بعد ولاد بس قاعد وبهالضيعه اطلع لبرا روح سافر وين مسافر انت ايش بعمل برا؟ ايش بدي اعمل بس سؤال ايش بدي اعمل برا؟ انا هل بدي اعيش وبدي اجيب فيهم ولدين؟ الله بده يضربني الله لا يردني ميشا ليش ما بتتبنى ولد؟ اذا مش ابني وانت كيف... ومرتك طب سؤال اذا مش ابني كيف بتبوسيه؟ اللي بيجيب والد مش من دمه لا بيبوسه ولا بيسترجي نايمه حد منه بيربعه بالليل بس انت ربنا عطيك 8 ولاد يعني انت عايش الابوه بتعرف شعور الابوه فارس في ولاد بالتبني بيكونوا اقرب لاهلهم من الولاد البيولوجيه لا 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 بلا يا بلا يا صاحبي ولك بالتبني اش عنا عنزي مات ابنا نجيب ساعه ونحطه عليا ولك يا استاذ كلمه صغيره الوالد مش ابنك كيف تحطه بالبيت؟ ليش بتتجوش وتعطيها اللي بدها اياه وتعيشها وتحط لها بيت باسمها واللي بدها اياه وتجيب والد من دمك اذا نايم وقام الصبح بست وباسك
والد بيو مدري منين بتجيبه تحطوه بالبيت ايش لايك لا تضيعني دعت انت هلا كيف بتقربوا لايك شكل الوالد نساري قد ايه عمرك انا 50 ايه؟ 50 الله يعطيك العمر وتعيش بعد 50 سنة لقدام بس اعتبر لا سمح الله أنت تجوزت وجبت ولد ومتت بعد كم سنة مش حرام هالولد اللي بدك تجيبه يربى بلا باي فكر حالك بعدك عمرك 20 سنة بقول له شغلة بس ايه باميلا بدها تقول لك شغلة بقول لك شغلة أنت من الأشخاص اللي بتاكل لحمة بترمي عظمة كيف 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 ما تربح جميله فتح لها بيت لمرتك و طب ايش بدي اعمل لها ايش بدي اعمل لها ضحت حياتها وعمرها عم تقضيك وتخلف لك اولاد ما تربح جميله خليني احكي كلمه انا متضايق حياتي اشتغل واشتري ارض وعمر وهي قاعده بالبيت نايمه كل النهار مدوره المسجد مين لك نايمه مين كان يطبخ لك مين كان ينظف لك مين كان يقيم باولادك كل حياتها ما اشتعبيني قدي شهر ثمان اولاد مربيه يا فارس ثمان لك يا استاذ الاولاد ربيت بتصير تقيم بعضها واذا بدك تربي الاولاد ايش بدها تعمل بس هذا ما بيتعب يا فارس ولك شو لها بيتعب عنده ولد ما بيتعب منه يا حبيبي عندك اولاد ايه عندي ولد عنده ولد ما بيتعب منه يا خيي بس تربيه الولد شيء صعب المره اللي بتقول لك تعبانه من قايم الاولاد بتكون لا بتحب الاولاد ولا بتحب لا شو هالحكي يا فارس انت قاعد شي مره مع اولادك كيف مش قاعد مربيهم تعبان عليهم مكبرون ساهر حدهم ليالي هن وهن وسخين مرضعون حملوا 9 أشهر انتزع جسمك من وراهم يا فارس هلكت من وراهم يا فارس حبيب المرة بتهلك لا بتهلك تتربي ولد المرة بتنبسط بالخلايف عود مارك شايف المرة بتنبسط بالخلايف ما عم قول ما بتنبسط بس هذا الشيء كتير بتعب يا فارس انت عم بتقول قاعد مستت عم تربي 8 اولاد شيء بيهلك بيهلك هيدا بيهلك الجسم المرأة إذا بدها تربي أولادها شو بدها تعمل؟ يلا رح نسمع رأي الصبي بدها تجيب هندية تقيم الوالد والولد والصبي يعيط للهندية يا ماما وهي قالت روح على الشغل وجي جوزها لعند الهندية أزبط يعني؟ يعني المرأة ما بحق لها تشتغل؟ المرأة إذا عم تخلف أولاد بوقت خلايف أولاد لا مش لازم تشتغل إذا جوزها كفاية مستتة مريحة اللي بدها إياه وتخلف أولادها وتربيهم ما بتشتغل تجيب تحط له هندية بالبيت الوالد العيط الهندية يا ماما ما عادش عارف بايو أمه بل نسمع رأي الصبايا كمان بهالمواضيع شو رأيك؟ بدك إيه؟ يلا ساشا تفضلي ساشا بدش تحكي ليه ما بدها تحكي قولك؟ تعبت ايه تعبت نفسيتي صراحة عرفت أنا طلع فيك عرفت وقتها من وقتها فات قرب لهون قال لي إن شاء الله الختيارة ما تضويلة نفسه فتحت وقتها فات لهون انت تارك مرتك بالبيت زيتتها بالجرد وجايتها تاخد وحدة صغيرة ومصدق حالك شو مفكر حالك عمرك 20 عشو هالقد مصدق حالك بدك وحدة صغيرة 50 بعد فيه يعيش حياته بدك تاخد وحدة صبية ما فهمت فوق 30 ما عش بتجيب ولاد صالحة فوق 30 ما بتجيب ولاد صالحة صعبة وقتك مرتك وقتها جابت الثامن ولد قد ايه كان عمره؟ تحت ال 35 خلصت الولاد مرتك تحت ال 35 خلصت الولاد يعني كان يعني اخر ولد اجا كانت فوق ال 30 وطالع بعقد وكثير منيح وكثير مش صح؟ ولا والد عايز حكيم بقوت الله صح يعني فوق ال 30 فيها تجيب ولد يا حبيبي تمام. بتجيب ولد اذا كانت عم تولد بس اذا كان بعدها جديدة بدها حكمة وصعبة وطب هيدا مين مخترعها هيدا؟ انا عم اقول لك مين مخترعها فارس هيدا طب فارس حضرتك كمان حكيم غير الارض قريب انا بقول مرتك ما عملت عمليه لانه ما بدها اولاد لانه ما بدها اولاد منك بقى مرتي عرفت ليه لانه منيح اللي عملت عمليه ورجعت لك حبيبي منيح ما هشلت من الاساس خليها تهشل وايش بدك بعطيكي ليه برايك مرتك ما بتهشل ليه عيشي احلى عيشي لم تعطيها مصاري مصرياتها بايدها وبعطيهاش مصاري وايش حطتها بالبيت تعمل سلمى شو عندك تقولي لفارس شو انك مفحل مفحل؟ اه واشني انت انا فتت بالمنوبوز كمل خلص كمل ماليسا يعني دون جوان فارس لو مرتك انا اكيد لو مرتك لقيت حكيم يشل قلبها ويوقف لها اياه اكيد كانت عملتها ومقصرت مرتي عيشي باحلى عيشي مش انت اللي بتقرر اذا مرتك عايشه احلى عيشه ولا لا هي اللي بدها تقرر هي مقرره وعايشه ومبسوطه تاني شيء انت جاي مفكر حالك جاي عم تقلب بالكتالوج كل وحده بتتكبر عليها بتقول انا ما بدي اياك هيك بدي اياك هيك حبيبي لما قلبك بدق مش انت اللي بتقرر شكل يلي بتحبه ولا لا شو بدك تقول لها لا
نقول خلينا نخلص. لا ما عندك جواب، ما عندك جواب. المرأة حبيبة لما بتخلف بس ينزل منها الولد وجع، الوجع يلي بتوجعه بيعادل 100 عظمة، يمكن ما بعرف كم عظمة بيعادل، بكسر عظامك إن شاء الله. المرأة اللي بتولد وبتنجح. انه البي اللي بربي مش البي اللي بخلف، بس انت وانك عايش هيدا الشيء انت بس بتفقس. المرأة لو الخلايف بتوجعها وبتموتها ايه؟ ما كانش بعد 50 ايه ما بتوجع، هي ما بتحس، بس انت بتوجع وبتحس. نوال تفضلي. ايه فارس نيهانا. فارس فارس انت يا فارس قليلي نيهانا حلوة كتير. بس حلوة ما سولفتش معك، مبيني حلوة، قلتي لي كيفك. ايه بدي سولف معك، قبل تعرف كيف بدي احكيكي. ايه يلا سولف. ايش بدي سولف؟ مثل ما بدك، شو بدك؟ هلكت انا تعب قلبي، انت بلشي. انت تعب قلبك؟ بالقلب. كان ماني واقف هون عشان وصلني لايكن. واقف هون الزلمة عشان وصلني. تعب قلبه وبده يخلف. طيب كيف ايه؟ ونيل مشكلي اذا جبت ولدين صغار مشيوا حدي مضيت العمر انا وياهم. جيب اللي بدك اياه. ولك جيب اللي بدك اياه، مين ماسكك؟ هالجرد كله قبالك. مين ماسكك؟ بس من هون ما في. من هون ما في. ديانا يعني فؤاد نمت فايت فجأت. يعني فؤاد صار لهم ساعتين عم يجربوا يطلعوا لي ضغطي ما زبطت معهم. إجا بكلمتين شبق ضغطي 1000. إذا مفكر بشواربك وبصوتك العالي وتربيح الجميلة إنه مرتك عايشة مرتاحة واللي بان إجريك إنك رجال، أنت ما خصك بشي اسمه رجولية. سؤال سؤال أش بين لك مني؟ زلمة إذا صحته معه بده يجيب والد صغير، يجيب مرة يجيب والد صغير، ما بقدر. تخيل الله يخلي لك إياهم، عندك 8. لك في عالم حل ما يصير عنده ولد، عم يدفعوا دم قلبه ليجيبوا ولد. ما عندك أحفاد؟ ما عندك أحفاد؟ شي 30. 30 حفيد؟ إيه. من 8 أولاد 30 حفيد، ما عم بتشوفهم؟ الصبيان معمر لحد مني، البنات مجوزين كل وحده بضايعه، كل جمعه ببرم عليهم كلهم. طيب خلينا نعمل لحظه حسابات سريعه. اول ولد كم ولد عنده؟ الصبي الكبير عنده 6. ثاني ولد عنده 5. 5 صاروا 11. البنات بنت الكبيره صبيان وبنت صاروا 14. ثاني صبيان وبنت 17. ثالثي بنتين 19. الرابعه 3 صبيان 22. الخامسة 3 صبيان 25. والسادسة عم تولد بالقرب بدها شهر مع عصبي 26 حفيد. الله يخلي لك اياهم. وكاسرين كلهم على الصبيان. انت بتحب الصبيان؟ ويا خيي كلهم، انا بحب البنات اكثر من الصبيان، بس بشارة الصبي بتيجي احسن من البنت. بس عندك 26 حفيد، ما ليه ما بيمشوا حدك وبيكبروا معك وليش يعني؟ الاهلهم مش الي. انا كل جمعتين بعزمهم بمضوا نهار. ايه بس الشمس تقرب تغيب قبليش ولا والد عاور على الصيحة. انت بدك ولد يبقى معك. ولك يلحقني بمضي العمر انا وياه. ماجي بدي اسالك سؤال بنرجع بنكفي. بس جوز. انت كيف بدك تتجوز ومجوز؟ ما فهمت. في 20 طريقة بتجوز فيها. كيف اذا انت مجوز بدك تضطر تطلق يعني مش صح؟ بعمل سني شهرين بكتب برجع بعمل مسيحي شهرين وبخلص. والله يا عيب الشوم عليك بس. كيف بدك تسجلها شكل؟ قل لي. نبيلة والله انبسطنا فيه اول ما نزل، ضحكنا تسلينا، انه والله بعد في رجال هيك ابديات. ايش بين لك مني يا عمي؟ خليني احكي. خواجه فارس ماخذ المره مثل الارض، كيف بيطلع على التراكتور بزت هالبذره بيطلع على المره وبزت هالبذره. بسمح لك بس تخلف له بشيلها على فرد مهل وبنبش على غيره. بسمح لك. واحد اذا عنده خادمه بيطلع لها تعويض. انت هيك اعتبرت مرتك، اعطيتها بيت ومصاري ودبري حالك، انا بدي اروح اشوف حياتي. مش تدبر حالها بعدها ببيتي وببيتها. عم تربيها جميله. وطيب ايش بعمل؟ لك هلا انت جبت البهدله لاولادك ولمرتك بهذا اللي عم تحكيه. انت لو رجال صالح بتجمع احفادك مش مره بالجمعه ومرتين بالجمعه، بجمعهم كل ليله. هي جاي من الحجه بدك تجيب اولاد، بدك وحده تتغندر لك كل نهار، بس عامل حجه بالولد. طيب وانا وين مشكلتي اذا بتجيب وحده حلوه بالمرتين؟ بدي اجيب وحده حلوه مش تقول بدي اولاد.
ولك انا جاي اجيب وحده حلوه، انا قبل كل شيء قبل الوالد لو انت حلوه. انشليت ما بقى تنتج، مرتك كانت رح تركع تحت اجريك وتضل حدك لو بتشتغل بالتعميق. انت لانه هرهرت زتيتها بدك تطلع على غيرها، عيب. سؤال، انا عم بركض تجيب وحده والد حلوه دلال اكثر ما اجيب والد. انت همك الولد وهمك تبقى مع وحده صبيه حلوه صغيره. صبيه اكثر من الوالد. صبيه اكثر من الوالد. كيف بدك فرنينه؟ بس صبيه تكون ناعمه والد، ما تكونش هرشه. شو يعني هرشة؟ كيف يعني هرشة؟ يعني ختيارة مراترتي. من أي عمر المرة بتصير هرشة؟ جناس في عالم بتضل 70 قوية، عالم بالثلاثين بيرتو. يا عيب الشوم، أنا مستحية من مرتك، أنا مستحية من مرتك. مرتي بأحلى حليتها. إيه عطيتها تعويض خدمتها. مرتي بتتغندر على الطريق، تليفونها معها وعايشة بأحلى حليتها. عطيتها تعويض خدمتها. ومكيفت لي إنه ما جبش والد ربي. وبعدك مقصر. لحظة لحظة نبيلة، مالي خلينا نحكي مع التليفون للمرة. ايه كتر خيرك. ايش بأحلى حلقة مش حي الله يعني. لا فارس، قلت لها لمرتك انك جاي على تيك مي اوت؟ خبرتها؟ كل زمان من وقت جينا وتسجلنا. ايه خبرتها. شو قالت لك؟ بتضوي شام عندها ما توفقش. حرقت الشام عم السوق كله. رواند عريس لقطة، ما تقولي لي فكرت هيك. عجبني أول شيء ضويت خليت الضو، بس آخر شيء صار قطفي وبلا الحكي أريا. رح أقول له شغلة، لا بدي أقول له شيء. تندم وحياة عيوني بتندم وحياتك من مشردة. رواند بس ما تشعلك، انت قبل ما قلت له بتندم كان عم بقول لك انه انت ختياره طفي الضو، هيك لا انا ما قلت لها شيء. شو قلت لها؟ بقى طفي الضو بلا كلام. هو كمان ختياره. حكي رايح بالهوا، هي ما قلت لها شيء. طيب انا ختياره اوكي، وانت كمان ختياره، عندك 8 اولاد، روح على بيتك احضن مرتك ودير بالك منهم انت واحفادك وعيش انت وياهم. انا لو ضل ما راح تحصل عليها. لو ضل من عمري نهار بدي اجيب وحده غناجه ولعبها وجيب ولدان صغار يلحقوني، تبسر بالسبعين يكون ابني صار عمره 20 حد مني. اللي بدها تقبل معك الصغير اللي بدك اياها هي بدها تضحك عليك، تقشتك مصرياتك وتكبك برا انت واولادك. بس ما بدي انا وياها العمر مصريات كلهم بدي اعطيها لها. لانك اناني، لانك اناني. اسمعيني مرتي عيشي بأحلى عيشتها. بيها العيشة. بيتها عندها. عندها. مصرياتها معها. عندها بيتها. معها. بنيتها ببيتها. أنا حدها. لحظة. وبتمشي على الطريق. حل تليفوننا كمان. عندها واي فاي 3G على التليفون. فاتحة كل شيء. إيه. عندها فيسبوك. ايه. خلاص. ماشي فكرها مطمش راسة ويعني عندها فيسبوك. ايه خلاص. اخدي حقها وبزيادة. بس شو بتقول احسن لمرتك؟ يكون عندها كل هول وما يكون عندها جوزة داير باله عليها؟ جوزة داير باله عليها وابها الشي وباحلى عيشة عيشة. بتمسك لها ايدها؟ ولك بعد بتركض وليش بمسكها؟ انت بتمسك لها ايدها بتبس لها اياها؟ ولك لا. بتغمرها قبل ما تنامه؟ ولك ساعات. وقت تعمل لك اكل بتقول لها يسلموا دياتك؟ ايه هيك ايه. على الطبخ يعني. يا خي الغمرات صاروا قليل. بدك صبية جديدة صغيرة تغمرها تبدل لانه القديمه راحت. وما راحتش يا خيي، ما من الميلان بشلز. تفضلي اسرار. على فكره صدمتني الصدمه العجيبه، صدمت كل الصبايا. ما حداش انصدم وانا احكي الحقيقه. بدك تسمعني هلا انت؟ سامعك. صار لك ساعه بتجر حكي. احكي. ساعه بدك مره؟ ساعه عم تتحجج بولدين كرمال مره حلوه. حشتك من اولها انا قفرتها دغري. كيف قفرتيها كيف؟ انت لو لقيت وحده بضيعتك او بجوار ضيعتك تطلع فيك ما بتجي لهون. اه دو دو بكرر لك دو همت ال بي سي ما بسمح لك. اوكي تروا انت تروا كفي همت الصبايا كلها هون، نحن جايين نتفرج على اللي مثلك ما نضحك عليه. جاني اتطلع فيك لهون ما بعتدي، ويلي قال لك ضحك عليك اللي لعب بعقلك وضحك عليك وقال لك روح اعرض عضلاتك على البنات هون هيدا عم يضحك عليك، بكره حيتفرج ويضحك أنا عليك. ما يا حبيبي انا ما حدش بيحك علي، انا جاي اتفرج عليك. جد كثير هيك؟ يلا روح. وترتني. بدك اولاد؟ وتر الحالي. وتر الحالي. بدك اولاد؟ انا لطلق.
مقبولة. بدي ببرونة. جيبوا لي ببرونة. تقبرني شيخ الشباب انت. انا مش جاي لعندي. روح انضب. يا عيب الشوم عليك. يا عيب الشوم عليك. أنا اللي بيهيم مرته ما عندوش قرار. أنا مالي مش جاي أنا. انا منش مقطوع جاي لهون تتجوز. ولك مقطوع انت من زمان. انا منش مقطوع وجاي لهون تتجوز تحدا ينقيني. انا منش مقطوع وجاي اقعد هون تحدا ينقيني. شو جاي تعمل هون يا ماما؟ انا فرجيك. لا يا اخي انا منش جاي. انا مش جاي لعندك تاخذك. هسترني يا عالم هسترني. أشرح. مش جاي واقف مثل حدا ينقيني. شهيك. كفي شهيك. ولك كل ملك جمال طول وعرض واخلاق وتربيه وتهذيب وما رضينا. نرضى فيك انت عشو؟ انا ربي يسرني بال 17 جوازني، ما عنصني شو حطني ورا خشبي، خشبي تضوي طفي. مهووس جنسيا. انت مريض ومهووس جنسيا. انا الله عطيني صحة. لا اي صحة عم تحكي. خل لا راح. اخ يا رب خلينا نروق شوي. تعبت انت؟ تعبت من الخناقة وزعلان منك شوي صراحة. مني ليش؟ مش الصوبة يا خي. ليه عم تقول معنسة وماما؟ شو هالحكي؟ ولك ما هي عم توصفني. شو هالحكي؟ يا استاذ هي اللي وصفتني. بحسب رأيك المرة بأي عمر بتعنس؟ عنا حكيم ايه قال لي مرتك بدها تصرمت له 35، قال لي بقاش تخلف، قال لي بتجيب له ولاد ناقصين، عنا نسوان اثنين بالضيعة مخلفين بال 45 بال 50 ولادهم قد يسفوش. يه بينطوا على الطريق، قلت له ما هيديك جابته هيديك، قال لي ما اثنين وريتهم ما خلقوا. لا بده اياها زادها كثير. اصبرك اصبرك. ما يقول عني نحن معنسين ونحن نحن وليش واقفين ورا. نحن ليش نتحكم هون؟ نعطي رأينا بالمتخلفين. شكرا أسرار. ما عم نعرض حالنا، عم نعطي رأينا بالمتخلفين. شكرا أسرار. شكرا أسرار. شكرا شكرا أسرار. بعد كلامي بدك تنام 40 يوم ديبريسيون أنت. كيف كانت أول جولة مع الصبايا؟ قل لي رأيك، كيف كانت أول جولة؟ إيه؟ وصفوني كل أغلبهم وصفوني، أكيد في جولة مكتوبة. ليه برأيك؟ أبعرف. طيب، رح نحضر هلا تاني ريبورتاج. صبايا أنتوا عم تحضروا، فيكم تخلوا الضوء، فيكم تطفوه. ريبورتاج. أنا ما تفكروني إنه زلمة كبير تقولوا عنه إنه ختيار كبير. أنا بعدني شاب، أنا لعمرهم 20 سنة ما بعدون انا انشط منهم بالشغل ومع النسوان وبكل شيء، واللي عنده شك في انه انا كبير تحت تجربة على التخت وين ما بدها. صبايا طفوا لك الضوء. عارفني طفوا. عارف كنت؟ طيب شو بك تقول للصبايا؟ بدي عنيتهم الله يعطيهم. ايش بدي اقول لهم؟ زعلان منهم؟ انا لا. بلا زعلان من اسرار؟ ايه مبح كانت عملت جرحه كانوا قالوا قتلناها. زعلان من ليال؟ لا 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 لا. زعلان؟ لا 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 تفتح. زعلان من فابيان؟ زعلان لا من لا فابيان؟ لا لا ما حكيت ما اذيتني ولا كلمه. فابيان ما اذيتك. فارس؟ قل لي. شكرا على المشاركه. شكرا انك جيت. يلا. ثانك يو شكرا. قلبي مش لعبه في يدك. بدك بس بدي اقول لهم انا ولا وحده بخدم منكم ولا وحده. ايه بدي اقول لهم من هون من هون. ايه لو ما بتاخد على وحده بس فابيان وميش. ابي باخذ لا وحده من اللي فابيان وميش. بدك تقول لهم قول لهم يا انا فيلل هلا تشفتكم بس ما ضوش عيني الا على فابيان وميشا وانتو الباقيين رايتو تقبروني. بفرد وحدة اسمها فابيان منيحة وهوديك يعزيهم ولك صبايا معنسي ختيارة وبدها شباب عمره 20 سنة وكلهم فوق الأربعين أبين باسو. بس انت انا شي وحدة من هابط ضويلي بخدها من عالك؟ ما انا فتفين بالحديث تيطفو طفل.
لكن مثل ما شفنا ما ناقشت مع فارس. هلا صار وقت نتعرف على شب جديد. جاهزين؟ اكيد. افتحوا لي قلبكم واسمعوا لي هالشب. من هو وصغير كان عنده موهبة بيتميز فيها وطورها أكتر وأكتر توصل للمحل يلي هو فيه اليوم. الباسكتبول كانت هواية لألي أنا وصغير، بلش على عمر 7 سنين، بس من 4-5 سنين أخذتها شوية سيريسلي أكتر وشفت أنه ممكن يكون عندي كارير فيها الشغلة. كل الكوميتمنت والديكيشن اللي حطيتهم فيها أكدت لي أنه حيلا إنسان فيه يوصل للبدو إياه بس يحط شي براسه، لأنه when you put time in it hard work pays off. sports in general وباسكتبول in specific بغيروا حياة الإنسان، اللايف ستايل تبعه كلها بتتغير. الرياضة خلقت لي روتين بحياتي وذا بوزيتيف روتين، صرت أصبح فور إكزامبل Sabaya, be ready. It's gonna be fun tonight. Sabaya, سمعنا الشاب وهلا صار وقت إنه نشوفه. فتحوا لي عينيكم وحموا لي إيديكم بزاف كبير. استقبلوا معي شيخ الشباب. كلنا منعرفك ومنحضرك ومنتابعك وأنا بيك فان شخصياً. بس بقوانين اللعبة بكلمتين عرفنا عن حالك أكثر. عزيز عبد المسيح، سيفل انجينير، تخرجت من اليو وام بروفيشنال باسكتبول بلاير. بس جس اهلا وسهلا بعزيز. اهلا وسهلا بعزيز لاعب الحكمه اللي كلنا بنفتخر فيه. ثانك يو حبيبي. ومستقبل الباسكتبول بين ايديك، بين ايديك وايديك ايدين هالشباب هلا طالعين. نحن اتكلنا عليكم حبيبي. ثانك يو. عزيز انت ليه يعني مصر توقف حد كثير تحسسني هالقد؟ انه ليش يعني ليه ما انه بنبعى انه هيك نوقف هيك بهال ايه زل شوي. ايوه عزيز في لك شغله. كيف انت بيك فان لي؟ انا ام بيجر فان لك حبيبي والله. حبيبي يعني ثانك يو. انا معجب باللي بتعمل وانا مش هناك. انا هون. ثانك يو. عزيز معنا، عزيز معنا يا جماعة. ما فينا ما نولي على المسرح، عمله معروف يعني. ما فيكم معنا عزيز وتمرق مرور الكرام. جهزوا لنا حالكم صبايا، جهزوا لنا حالكم. إذا بستلم الجيم بماتش الحكمة بيقلب دبكة، بيكونوا اللعيبة راكدين فجأة. إيه عم يطش الطابة فجأة، شال الطابة. متعدد مواهب. وعم تتخيل، عم تتخيل بماتش الحكمة بنص الماتش حكمة رياضي والعانة بمسك أنا الطبل وسماهر بتنزل على الملعب بيمشي الرقص. بدي اقول لك ايه، سلم هيدا لسماهر وهي رح تكون كثير مبسوطه. ما تعطلها لحاله بس شوي. ايوه. طيب
يا ربي فتنا باجواء الجيم وباجواء الماتش. حسيت خلص عرفت على اخر بعد في اخر 10 ثواني عملت انت ستيل يلا تا 3 بوينتس اجت ساقطه جيم اوفر. حلو هيدي بتصير. اي والله ناطرينا. هلا شوف مع الصبايا هم مع الصبايا المينيموم 3 بوينتس يعني ما فيك نص الملعب اقل من هيك ما بتزبط. طيب هلا بدي العب لعبه صغيره انا وياك. يلا بدي منك تطلع منيح بالصبايا اوكي هيك تلقي نظره على الصبايا وتوشوشني بدينتي بلا ما هني يسمعوا مين تتوقع انه رح تنقش معها باخر الحلقه. انا بايد الاسم هون عندي على الدفتر اوكي وبالاخر بنشوف اذا زبطت او لا ما زبطت. اوكي ليك سلمى كيف عم تضحكك طلع بسلمى ليك مفوكس عليك اول ما فتت حسيت ميلالا عم زبط شرطها عم بتعضعض هيدي ندامه على الايام اللي فاتت بلا عزيز. جميلة ما عم تقدر تطلع يعني جميلة إذا تطلع بتغيب عن الوعي. سماهر مش عم تترك هذا تبع الطبل إذا بتشيلي من إيديك بيكون أحسن سماهر لأنه لك لك دعوة عم تصرفك بإيديا يا سلام دعوة عم تصرفك بإيديا في مين لا كنت بدها تقول شيء هي مين بدي أقول شيء عزيز يا عزيز الحب شو لذيذ عزيز يا عزيز الحب شو لذيذ تركنا الضيعة وسافرنا عباريس كرمالك يا عزيز عزيز رح عطي اسمين أنا فينا اسمين طبعا قل لي أول اسم قل لي أول وشوشنا مين نقع يا جمهور واحد اثنين ثلاثة ايه خلص بس هي ما حدا لقطها لأنا منشان هيك سلمى بدك تكوني مثل الطابة بين ايديه دب 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 هيك كل النهار بدي كون طابة وملعب واللي بدك اياه كرم عينك طيب صبايا سمعناه لعزيز وهلا شفناه لعزيز القرار عندكم تما تقولوا لو خلوا الضوء اول مره بتصير انه صبيه وحده طفت الضوء اللي هي ليال هلا بنسمع راي ليال ليه طفت الضوء بدي افكر شوي انا عم فكر معك كمان مع انه ليال بالعاده ما بتطفي مع انه ليال بالعاده بنت منا متطلبه ابدا بترضى بالقليل ما بيهمها كل شيء له علاقه بالماده بدها شاب يكون لذيذ حبوب كل شيء باقي تفاصيل مستحيه ليال اكيد أول شيء من ناحية الشكل أنا وياه ما بنتفق اسم الله عليه أطول من الزرافة فمش ناوي يصير معي أرتروس كده ما بدي أطلع فيه أعمل له هيك هاي أول شغلة دقة بيضلوا حملني؟ لا مش هالقد مش هالقد لحظة أول شيء بتعرفي إنه عزيز حدا سبورتيف كتير يعني في يركع ويبوس في يحمل ويبوس في كب ويبوس فتخيلني انا وياه بنايت عم نرقص يعني مثلا بيضلوا حملني لا تطلع على الطاوله ويلا ايوه او يلا هيك الاجواء بتكون ضروري ترسي على الارض يعني بعدين انا ما بحب مني مع الحكمه انا مع الشوفي بعدين انت قلت بتحب البنت اللي بتعتمد على حالها وانا بحياتي بحب يكون في رجال حدي واعتمد عليه في كتير بنات قطعوا بحياتهم ما في شاب يقدر يعتمدوا عليه انا بحب لما بدي امشي مع زلمه يكون حظي الزلمه بدي اعتمد عليه ولا شو بدي فيه لا بدي زلمة. اعتمد عليه بكل شيء تقلك شو تقلك اياها من الاخر ما حرد بقى تما تحور الدور اذا انت بتروح بتبيعوا نادي الحكمه مثلا بيطلع 40 50 مليون مثلا شو انه عم نزلت هيك لا هيك هلا اخذت انت هال 40 50 مليون وجيت فيهم عند ليال بتفكر ساعتها اذا معقول تظهر معك ولا ها من الاخر شو عم بيقولوا له اصحابه شو عم بيقولوا له اصحابه جيبها في 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 40 50 مليون في 40 50 مليون لك يا ليال خلصت بدي وجه
بدي وجه تحية لأصحابك اللي معك بالجمهور يلي اجوا شجعوك. هاي شباب ومعنا نيكولا كمان. نيكولا هو يلي ربح سيزن 2 من تيك مي اوت ناشيت، ومعه كريستال. كان كريستال هون انت كمان. هن الكوب اللي ربح تيك مي اوت سيزن 2. اهلا وسهلا فيكم، ومعهم المشجعين تبعهم. هلا سؤال جايز، انتوا وين ما بيروح عزيز انتوا هيك معه بتفوتوا 5-5؟ قد ايه حلو هذا الشيء ديانا، لانه ديانا بتحب يكونوا مجموعه، يعني انه واحد لحاله ما هيدا. تخيل كل الوقت عزيز ومعه اصحابه ساشا، وفي معهم بنت كمان. ميليسا شب حلاوة. انا بعيني يكون الطبل. يا ريتك الطبل وبين ايديه هو. بس عم خالك هيك بين ايديه، بدي كل ما يعمل لك هيك بتصحي حكمه. ايه بصرخ حكمه، انا وصغيره بحب صرخ. مع الحكمه انت؟ ايه ايوه. كان بدي غني لك غني. يلا غني له ميليسا. نحن عشقنا الحكمه عشق من الطفوله. حلو شو غنيها ميشا. مش قصة عمولة لا كاس وبطولة، أنا عشقت الحكمة عشق من الطفولة. كلمة وراح منقولها وحدك أنت الأولى، ما في غيرك حكمة بالقلب محفورة. شانفيل. لا لا شوفين شو كفي ما رح كفيها. بس بتشوف القدر شو غريب، انه حتى بالباسكت طلعت ليال شانفيل وانت حكمة. بدك اكثر من هيك؟ مش معقول. ليك انت هلا جمهور الشانفيل ما بيحضروا لكم رد؟ بلا اكيد كمان مسبيت وهيك كل فريق. ليال بتعرفي رد الشانفيل عليهم؟ لا انا ما بقول هيك قصص فقط. انت بتكوني قاعده هيك بملعب الشانفيل؟ برافو. وي 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 برافو. شافيل. لا قد ما يقولوا هني ما بيجربوا. شافيل اون فا غاني اون فو لارجون اون فا غاني اون فو لارجون. يلا اعطونا يا شافيل، يلا اعطونا يا شافيل. هي 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 20 مليون. هي 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 20 مليون. هيدا احلى. مع ديانا بتكون غير شيء، بتكون شافيل. 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 وبتلاقي جمهور الشافيل راكد. وين ديانا هون؟ شافيل. جميلة. وين جمهور الشافيل؟ اكبشوني بالعتمي. ميريلا بتلاقي نازلة على جمهور الشانفيل، نازلة فيهم تعبيط. كله بتخلص من جمهور الشانفيل تروح على جمهور الحكمة بتنزل فيهم تعبيط. بترجع بتطلع هيك بتقول بقولة. عزيز عم بتوجه لك رسالة ميريلا. قرب. عزيز بدي عبوطة. أحلى عبوطة. لا من هون. أحلى عبوطة. ليك طويلة. أحلى عبوطة. تركي للصبي. لا تركي للصبي. فؤاد تركي. عزيز بس تعرف شغلة إنه ميريلا ما بتشبع عبابيط، مش هيك ما رح أكتفي فيك، رح ننزل عند أصحابك كمان. تعي ميريلا. عبوطة حكي عبوطة. فيها تعبتوا لسه؟ فشو؟ يلا خذي عبوطة من نيكولا كمان. انت من رفقات عزيز؟ يلا ما بيأثر على كل حالة اطلع يلا. يا عبوطة انا بدي حبيبي ميريلا
بدك تعطي عبوطة للطبل؟ لا لا ايه؟ يلا يلا ميريلا رجعي لمحلك. ميريلا تقبريني انت رجعي لمحلك. عزيز تعال عندي. إيه؟ شو كلكم بكون تعبتوا؟ شو؟ يا عمي يا عمي هيدا مش برنامج عبطني تعبتك يا خيي، غير برنامج هيداك. الله يخليك. شو بده؟ الله يرحمه الله يرحمه. خليكم خلي لك عائلتك. بس انا اخوه لاخوتي. شو عم تعملي يا جميلة؟ بدها تعلي حال، عم تعلي حال يا جميلة. ذكية. انتبهي. اوعى توقع يا جميلة. تعا تقبرني تعا. حبيبتي. 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 بدك تقولي له بحبك بالصيني او لا؟ ما عم تحكي صيني؟ بكره وقت تروحوا منتخب لبنان تلعبوا ضد منتخب الصين وقت يفوتوا اللعيبه بلشوا توو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 
نيفين ما تقولي لي مش شبح ليه. يا حلو حظي حلو انا شفت عيونك طلع قلبي واساله بيعيش من دونك بلا لا وميت لا 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 وميت لا قلبي مجنونك يا حلو يا حلو يا حلو حظي حلو. شكرا نيفين. نحن حظنا حلو وسمعنا هذا الصوت الحلو. نيفين انت اي فريق بتشجعي؟ ما بعرف انا بعرف اطبخ بعرف كنس بعرف مسح ما بعمل بالرياضه. ما بتحضري باسكت؟ والله ما بعرف بالرياضه مش عم بمزح ابدا ابدا. روان انا بصراحه ما بعرف فيهم لا الحكمه ولا ها ما بحضرش فوتبول بعتذر. مش فوتبول يعني. مش فوتبولك يا روان. يا روان مش مش فوتبول. طيب بينبو بينبو يا روان بينبو بينبو. اذا بيعلمني بصير بحضرهم بتصير تحضرهم بعد هالعمر بدك تتعلمي باسكت لك يا روان. هلا باسكت ولا بينبو؟ هو ما بعرف بينبو يا ابو ما بعرف بيلعبوا. خليني افسر لك. انا ما بعرف فيهم. بيلعبوا نص الماتش باسكت نص الماتش بينبو. يلي بيتاهل بيلعب فولي هيك هي. خليني نظرك على ساشا بعرفك بالباسكت قوي كتير. تلقى قتل؟ بلقى. تلقى الدعوس؟ شقد بس بلقى. تلقى تربيط وجلد؟ تلقى؟ ما بتلقى. بس شو بده يلحق حبال تا يلحق ماشي بضل اربط كل النهار. يعني هلا تذكرت هيك او هيك او جاي على تريبيه. تريبيه ها؟ مش صح؟ بتوقع يا يا انت فاهم؟ انت عم تفهم عزيز؟ شوي ايه فؤاد على هالسيرة كمان يعني كل اللي بيلعبوا باسكت بهيدا الطول مبين انت صحيتي وجيت صحتك ورجعت عم تهوبري وتشوبري وشو؟ اول فرد انا عامل حالك مريق شانه شافت عزيز تأهبت يا معلم. شو ديانا فؤاد كم واحد هن بالفريق؟ كم واحد انتو بالفريق؟ 12 واحد. 12 واحد بهذا الطول؟ 12 واحد. ليك شو عندك؟ عندك 12 ساعة بالنهار. واحد 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 عليلي خمسة رجاي عليلي عشرة رجاي عليلي شو ما بدك تعلي عليلي لأنه اسم الله عليك تلعب كل شيء. كيفك بالبيبي فوت؟ كثير منيح كل شيء. يعني عليت بين ايدين صابرين لا حتروح على التمرين ولا حتروح على الجيم ولا حتروح على البطولات حتقضيها بيبي فوت بيبي طلع بيبي فوت بيبي طلع. عزيز كيف كانت اول راوند مع الصبايا؟ كثير حلوه. مهضومين الصبايا؟ مهضومين. طيب عزيز نحن هلا رح نحضر ثاني ريبورتاج بس خلص خليك 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 ايوه انزل شوي ايوه نحن هلا عزيز انزل بعد شوي بس تبين ايوه نحن هلا رح نحضر ثاني ريبورتاج. غريب انك لعيب باسكت وقصير صبايا انتوا عم تحضروا فيكم تخلوا الضوء فيكم تطفوه ريبورتاج.
أنا شخص كثير قريب من عائلتي وبفضل بس يكون في علاقة بيني وبين البنات، تقدر هيدي البنات تنال رضا أهلي مثل ما نالت رضاي وتفوت على بيتي وعلى عائلتي بطريقة حلوة. يلا هات نشوف ميرلا، أنت قاعدة عم تطفي للبنات؟ لا بلا شفتك بهيدي تبع بهيدي راكدة وعم بتطفي ماسكة هيدي. لسارة مين طفي لها لسارة؟ أنا. ليه طفيتي لها لسارة؟ غيري. مشان ما تطلع معه. مشان ما تطلع معه، ليه أنت بدك تطلعي معه؟ إيه. هيدا أسعد نهار بحياتي، ميرلا حلت عني. أنت شو قصتك أنت؟ هلا إلي. هدي هيدا من قدامك. سماهر. هلا إلي شباب. سماهر. شو بدك فيها طيب؟ شو بتنفعك أنت؟ بدنا ندق فيها على الطبل. طبل أوكي. هلا بنمسكها من ها الدجاجة. سخنة لزقت. نانسي ليه طفيت الضوء؟ أنا عندي مشكلة مع السبورتيف دو أو نيفو، إنه لما يروحوا مباراة وهيك وقصص بيمنعون يعملوا سكس. والله أنا ليه بدي أنطر بهالفترة؟ في أصحابه بيتبرع. طيب نحن سمعنا الصبايا، بس هلا المسرح لإلك، فجر موهبتك. هاي صبايا، رح اتحدى حالي اليوم وشوف شو بيطلع معي. اول شيء رح نبلش ورح اسيب ملعبكم. صبايا اخر مره القرار بيكون عندكم، رح تخلوا الضو او رح تطفوه الكم. ركز منيح معي، ركز منيح معي. في عنا اربع صبايا باقيين، بيرلا، دانييلا، ميشا وجميلة. هلا بدك تروح انت وتطفي لصبيتين وتترك الضو لصبيتين، من بعد بقول لك شو بيصير. ما تتسرع بقرارك، إلك. بدك تطفي لاثنين وتترك لاثنين. أربع صبايا بعقده، ميشا، جميلة، بيرلا أو دانييلا. لا بيرلا إز أوت. ما ترد على حدا، لا ترد على الجمهور، لا ترد على الصبايا، رد على قلبك، رد على قلبك. قلبك شو بيقول لك؟ شو جميلة ميشا؟ لا لا ما بخليك جميلة حرام جميلة، خليني امسك الطابة وترجعني على ايام زمان كنت كمان اشلف بثلاثة عتلاتة وقرب. حرام جميلة، ما حرام دانييلا وحرام ميشا، ما بعرف يعني يا. جميلة يا زلمة. بقي عنا ميشا ودانييلا، شو رح يصير هلا؟ رح تسأل الصبايا سؤال موحد، من بعد ما تسمع جوابهم بتقرر لمين بك تطفي ومع مين بك تكفي. السؤال إلك. اوكي بنات، إذا أنتم معجبين بشاب وما انتبه أن أنتم معجبين فيه، كيف بتجربوا تلفتوا له نظره؟ إذا هو مش منتبه لي يعني مني عجبته، فأنا ما بعمل الستاب مع حدا مني عجبته. مش ضروري كل شاب بتعجبه بنت بده يكون معه، أو كل بنت بيعجبها شاب لازم يكون معه. فأنا بدل فعادة روا بنبش على غيره. بتنبشي على غيره. دانييلا. لا أنا بجرب يعني بنظرات بالقعدة، إنه في كذا طريقة. هلا شو نوع القعدة؟ ما حدا عارف. ما بعرف. سمعت جواب الصبايا، القرار هلا بين ايديك، لمين بدك تطفي ومع مين بدك تكفي. ما تتسرع بالقرار، فكر منيح. صبيتين بعقده، المسرح لك. ميشا او دانييلا، قرار منه هين بعرف. قولك. انا بحب الصبيتين، ما في يساعدك يعني.
دانييلا طويلة، ميشا مهضومة، ميشا حلوة، دانييلا مهضومة. سوري عن جد. Good luck. Thank you. بالإذن منك حبيبي رح نشتاق لك. طيب خليكم خليكم مش رح أقبل مش رح أقبل تفلي هيك. الكل من وراي يعيد ميشا ميشا طيب. عزيز شو بدك تقول لميشا؟ يعني بعرف انه ميشا صار لها زمان بهالبروجرام وكأنه شلت شقفة من قلب شخص صح. بس بالنهاية ميشا خلص بعتقد هي البرفكت فيت لهون لإلي. ميشا ما بعرف من وين بدي بلش. اول شيء انا اللي بدي اقوله انه تيك مي اوت اكسبيرينس كانت كثير حلوه بحياتي. فؤاد لك ثانك يو كثير كثير كبيره. صبايا كلكم انا بحبكم كثير. بدي اقول سوري اذا شي مره صار في سوء تفاهم مع حدا. بدي اقول للشباب اذا شي مره قسيت برايي عليه انا ما عندي مشكله مع حدا. بحبكم كلكم. بدي اقول له انا عندي عائله عائلتي اللي هي اهلي وصار عندي عائلتين غير اللي هن عائلتي تيك مي اوت وعائلتي نادي الحكمه اللي بوجود لاعبين مثل عزيز بتمنى انه ترجع الامجاد لالهم. بدي اقول لك شغله انا كمان بدي احكي كلمه قبل ما تفلي. لا مش معقول تفلي هيك. اول شيء انت بتعرفي شخصيا قد انا بحبك. تاني شيء انت بتعرفي قديش انت جزء اساسي من تيك مي اوت وقديش الجمهور بحبك بتيك مي اوت وقديش الصبايا بحبوك بتيك مي اوت. خسرنا صوت كثير مهم نحن اليوم بس مبسوطين لانه مع شاب مثل عزيز. والاحلى من هيك انه عزيز كان كاتب ميشا من الاول. سوري صبايا شو بدنا نقول لعزيز وميشا؟ ألف مبروك. الاخير اللي عجبني بميشا هو جوابها لها كان بالاخير. يعني بتمنى انه يكون هذا الديت وبدايه العلاقه رح تكفي لبعد. بحلقتنا الليله بس ناقشت بين عزيز وميشا. انا بشوفكم الاسبوع الجاي من هلا لوقتها. خليكم مفتوحين والرادارات عم تبرم لانه ما بنعرف اي ساعه القلب بدا. ومن قلكم ثانك يو. حلقاتك شجمات احباب وحذرتن ما تقولوا لو استقبلوا شيخ الشباب او قلبكن وخلوا الضو. اول شيء انا كادو حدو هي اول شغله. بص شوف ليال بتعمل ايه. ما في لزوم الحقوا لانه رح نكون سوا عاملين الشو سلولي سلولي. انا بشلح ما بلبس بس هالمره اضطرينا نلبس. لي انا مثل خيك اي مره انا اعتفامي. تيك مي اوت ناقشي 3:30 المساء على الـ LBCI.